بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. اليوم راح نعمل فيديو عبارة عن سلسلة شروحات. راح يكون هذا الفيديو الأول من سلسلة شروحات عن التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا. يعني راح نبلش من الصفر، يعني كيف تفتح حساب جيميل. طبعا الكل أكيد، يعني 90%، وخلينا نحكي 99% منكم بيعرف يفتح حساب جيميل. راح نتعلم كيف نعمل، لأن بدي أبلش معكم من الصفر. راح نتعلم كيف نعمل حساب جيميل، ومن حساب الجيميل بس نفتحه راح نتعلم كيف نعمل يوتيوب شانل، قناة يوتيوب خاصة فيك. طبعا انت لما بدك تعمل تسوق اشي عبر الانترنت، انت لما بدك تسوق اشي عبر الانترنت لازم تعرف يعني ايش الموضوع اللي راح تشتغل فيه. يعني مثلا راح تشتغل على بالربح من الانترنت، تشتغل بالطبخ، بدك تشتغل بالجيمينج الالعاب، بدك تشتغل في التصوير، بدك تشتغل، بدك تكون عارف ايش بدك تشتغل. لانه هذا درسنا اليوم راح يكون عن طريقة العمل. يعني ما يعني تقدر تعمل الخطوات اللي انا بعملها، بس مش شرط تسوي زي ما انا بعمل. يعني انا بعلمك كيف تبدأ هذه الرحلة. يعني أنا اليوم راح نعمل عن الطبخ، أنا بدي أعمل قناة يوتيوب عن الطبخ. أنت مش شرط تعمل عن الطبخ، ميولك مش ميول طبخ. أنا انطلب مني أعمل عن الطبخ، بدي أعمل قناة يوتيوب عن الطبخ وسوشيال ميديا كامل عن الطبخ. يعني بسلسلة الشروحات الجاية إن شاء الله راح نعملها، راح نتعلم كيف نعمل صفحة على الفيسبوك، كيف نعمل جروب على الفيسبوك، وكيف نروج للصفحة تبعتنا، كيف نروج للفيديو للجروب المجموعة تبعتنا اللي راح نعملها، كيف نروج لليوتيوب شانل اللي راح نعملها. شو رأيكم نبلش؟ يلا خلينا نبلش. بتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو هذا إن شاء الله تعملوا لنا لايك على الفيديو، وتعملوا لنا سبسكرايب أو اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وأيضا إذا تحبوا تضغطوا على الجرس، اضغطوا على الجرس عشان كل ما ينزل فيديو يجي إشعار عندكم إنه وصل الفيديو عشان تحضروا وتستفيدوا إن شاء الله. خلينا نبلش. أول خطوة راح نعملها، بدك تعمل حساب جيميل. زي ما حكينا الكل 99% بيعرف يعمل حساب جيميل. احنا بدنا نحكي للي ما بيعرف يفتح حساب جيميل. عادي على الجوجل، فرضا عندك هون بتكتب جوجل، تمام، هون بتكتب جوجل ساين اب، بتروح دور على الجوجل ساين اب. وين الجوجل ساين اب؟ اي جوجل ساين اب. اول شيء تكتب اسمك، او تكتب اسمك الاخير، اسم العائلة، وتحط الايميل اللي بدك اياه. فرضا اسمك سامر الشريف whatever 1 2 3 4 اللي بدك اياه @gmail.com. تحط لك، بتحط باسورد، تختار باسورد، تعمل كونفيرم باسورد، تعمل نيكست. كويس، تمشي مع الخطوات طبيعي. تحط تليفونك، بطلب منك بحكي لك تذكر ولا انثى. خلينا نجرب نحط هون، اختار سام فرضا نيكست. تمام،
بتحط رقم هاتفك، تليفونك، والبلد اللي انت فيها، هو لحاله راح يطلع لك البلد اللي انت فيه، بتحط رقم تليفونك، وتحط لك هون ايميل اخر ثاني، اذا كان عندك ايميل هوت ميل، ايميل ياهو، ايميل اي ايميل بتحطه ريكفري، عشان اذا نسيت الباسورد تبعك، نسيت اي اشي، عشان تقدر تسترجعه، تاريخ ميلادك، الشهر واليوم والسنة، وهون الجندر ذكر او انثى، وتعمل نكست. مرات تطلب منك انت حط رقم تليفونك الصحيح، اطلب ببعث لك كود على تليفونك، وبتكمل الاجراءات طبيعية جدا، سهل جدا. الجيميل سهل جدا يا اخوان، اكيد الكل بيعرفه. تمام، بعد ما تفتح حساب جيميل بيطلع لك هيك، بيجي هاي، لو ضغطنا على الام، حرف الام، بتروح لحسابك الجيميل الجديد. بعدها صورتك الشخصية بتكون هون، واسمك بتكون تحت، وهون الجوجل مابس، وهون اليوتيوب. احنا بهمنا من هذا الموضوع الجيميل اللي فتحناه واليوتيوب شانل. هلا بتضغط على، طالما صار عندك جيميل تقدر تفتح يوتيوب شانل. نروح على اليوتيوب شانل. انت ما عندك يوتيوب شانل، هيك بتفتح لك. طبعا بدون الجيميل، للعلم، بدون الجيميل ما بتقدر تعمل لايك ولا على فيديو، ما بتقدر تعمل سبسكرايب ولا على فيديو على اليوتيوب. لازم يكون اول ما تكبس لايك بطلب منك تعمل ساين ان على الجيميل، بدك تعمل سبسكرايب بطلب منك تعمل ساين ان. يعني الجيميل مهم جدا ينعمل عشان تقدر تفتح صفحة قناة يوتيوب، او اذا حبيت تعمل عجبك فيديو تعمل له لايك، تعمل له شير، تعمل له تكتب كومنت، يعني تعمل سبسكرايب اشتراك. لازم ضروري جدا الجيميل ينعمل. هلا بدنا نعمل صفحة، بدنا نعمل قناة يوتيوب. ركزوا معي، زي ما حكينا، أنا بدي أعمل سوشيال ميديا لموضوع طبخ، كويس. نضغط على الصورة اللي هون، نعمل ماي شانل، بعدين كاستمايز شانل. طيب هلا بدنا نحط صورة، بدنا نحط كفر، وبدنا نحط صورة هون. تمام، خلينا هسا نحط كفر. بتروح على جوجل وبتكتب طبخ، بتروح على الصور الايمجز، وبتختار لك صورة. نختار صورة تكون واضحة ونسيبها في مكان، نحفظها في مكان تكون انت عارفه. نكتب طبخ مثلا واحد، او كفر طبخ، اي اسم بتحبه.
تمام، اكتب اسمك، اسم الأول واسم العائلة، وتكتب لك هون النيك نيم، اسم القناة هون بتكتب اسم القناة. فبنختار اسم قناة مثلا أكلاتنا، أكلاتنا بتشهي فرضا، بغيره بتقدر تغيره بعدين وقتها بدك تقدر تغيره. هاي وانا صارت الصورة تبعتك هون موجودة. هلا هون بدنا نغيرها هون. هلا بنضغط على Add Channel Art، بنشوف الصور اللي نزلناهم ونختار هاي الصورة. راح يورجينا كيف تطلع معنا على التلفزيون وتفتح معنا على الكمبيوتر وكيف تطلع معنا على الموبايل. نضغط سيلكت، صارت هيك القناة. ممكن نحط هاي الصورة تختلف، خلينا نحط صورة تختلف أفضل. مثلا سيف الصورة، اثنين بسميها كفر، اثنين نروح على يوتيوب شانل، نضغط على هذا السهم، نعمل له ايديت، نعمل ابلود. سهل بس بدك تركز شوي، تعمل اللي بدك اياه. هيك خلينا الصورة هذه اللي هون تختلف عن هذه الصورة. نعمل ريفرش للصفحة، تغيرت هاي الصورة، صار لنا كفر وصورة. هلا هيك صار عندك انت يوتيوب شانل. لما تعمل فيديو وتسجل فيديو، رح نتعلم كيف رح نعمل فيديو وايش البرنامج اللي رح نستخدمه وكيف طريقة التسجيل وكيف كله رح نتعلمه. هاي سلسلة شروحات كبيرة وطويلة، ان شاء الله رح تكون اكثر من 10 حلقات ان شاء الله. راح نتعلم كل شيء، وبالفيديوهات الجاية إن شاء الله راح أعلمكم كيف تسجل فيديو فرضا، كيف تنزله، كيف تعمل له إيديتنج، كيف تعدل عليه، سوري كيف تعدل عليه. راح يكون هذا يعني شرح وافي إن شاء الله. طبعا أنت هون اسم القناة راح يطلع عندك، بتغيره زي ما بدك، بتغير الاسم. تغيير الاسم زي ما حكينا، تعمل على، تضغط على هون على السيتنج وإيديت من جوجل، تغير الاسم اللي بدك اياه. هون نعمل أكلتنا شاهي. اي اوكي، نروح على اليوتيوب، ماي شانل، اكلتنا بتشهي. صار انه هون غيرنا اسم القناة، اكلتنا بتشهي. انت بتقدر تغيرها حسب المحتوى اللي انت بدك تشتغل عليه.
طبعا هاي الصورة راح تتغير، الصورة هاي بس بتاخد وقت، بتاخد وقت بتصير زي هاي الصورة زي ما انتو شايفين، يعني بتاخد لها 24 ساعة تقريبا وبتتغير. الفيديوهات اللي بتنزلها راح تنزل هون، كله راح نتعلم، كله راح نتعلم. بتضغط على هذه بتعمل ابلود فيديو، بتختار الفيديو اللي بدك اياه بتحمله وبتزته هون، او بتعمل ابلود وتختار الفيديو اللي بدك اياه. هذا راح نتعلمه لاحقا ان شاء الله. اليوم تعلمنا كيف نعمل جيميل وكيف نعمل يوتيوب شانل او قناة لليوتيوب، وهذا الفيديو من الصفر انا بلشت فيه. يعني في ناس راح تيجي تحكي لك طب هذا الحكي كلنا بنعرفه، لا بس انا بدي ابلش من الصفر، انك كيف تعمل جيميل، كيف من الجيميل تعمل يوتيوب، كيف من الجيميل تعمل جوجل بلس، كل هذا مربوط بالجيميل، وكل هذا الحكي مربوط بالسوشيال ميديا. يعني لما تعمل قناتك تنزل فيديو تنشره على الجوجل بلس راح يجيك زيارات عليه، لما تنشر الفيديو تبعك او تنشر قناتك على الفيسبوك على الجروب اللي راح تعمله او على الصفحة اللي راح تعملها راح يجيب لك زيارات وراح يجيب لك مشتركين، عدد مشتركين اكثر. كلنا بنعرف انه اليوتيوب هلا غير النظام تبعه، صار لما يصير عندك 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة في خلال سنة، بعدين بيعملوا لك ريفيو مراجعة على قناتك وتبلش تربح على المشاهدات. تمام، بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملوا لي سبسكرايب أو مشاركة وتعملوا لايك للفيديو، وإذا بتحبوا تعملوا لنا شير حتى الكل يستفيد بكون ممنون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. السلام عليكم.